كاميرا يوم سعيد طبعا زي ما شفتوا انها دايما بتتجول في اماكن مختلفه، من ضمن الاماكن اللي كنا فيها هو العرض الخاص لفيلم دراويله اللي طبعا بعد طرحه في السينمات المصريه كان متصدر ترند موقع التغريدات او اكس وكمان على الفيسبوك. هو الاحداث فيه يعني نقدر نقول يعني هي فيها تشويق واثاره، مش هينفع طبعا ان احنا يعني نحرقها، ولكن بالتاكيد فيها ابطال كمان، في عمرو عبد الجليل، في ايتن عامر، في محمود عبد المغني. بصراحه بالتاكيد هيكون فيلم ممتاز، والتفاصيل اكتر اللي كانت في العرض الخاص هنروح مع كاميرا يوم سعيد كانت هناك نعرفها وهنرجع لكم مره تانية. الفيلم هي حدوتة انتقام طبيعية، ريفنج لحد اتظلم واتحبس وخرج انتقم بشكل، بس الحكاية كلها في طريقة تناولنا للحكاية دي، وكانت والفيجن في الحكاية ان كان ازاي ده يتحكي بطريقة جديدة ما تشافش بيها قبل كده خالص، تكنيك فيجولي واوديو مختلف. يعني هي الحكايه كلها مبنيه برضو فيها الميوزك والاغاني اللي داخله جوه الحدوته جوه الدراما وجوه الشخصيات ومش مقحمه، ده مخلي سرد الفيلم شويه غريب، وده الجديد في درويله شويه، يعني طريقه حكي الحكايه اكتر من قلب الحكايه نفسه. يعني الفكره بسيطه جدا ما فيهاش اي تعقيد، كواليس الفيلم كانت الحمد لله كانت لطيفة جدا وكانت جميلة، وكل الفنانين الجمال اللي كانوا معانا دول طبعا بشكرهم من هنا، لأن كواليسهم حلوة وشغلهم طبعا لا غبار عليهم، مش أنا اللي هقيم طبعا الناس دي. الشخصية اللي بلعبها شخصية مفترض إن هو ولد طايش رابر، واحد طول الوقت بيسعى إن هو يقدم حاجة مختلفة، والجمهور والناس حبايبي هم اللي يقولوا إذا كان دي مختلفة ولا مش مختلفة، إذا كان إحنا أجدنا ولا ما أجدنا. الواحد بيعمل اللي عليه وفي الاخر الحكم للناس. الموضوع بداية من ان هو كان فكرة معمولة عندي من قبل ما ابقى اشراف عام كمان، فانا عايشة حالة الفيلم من اولها لاخرها، من بداية التصوير طبعا ده بيبقى تعب اكتر. الموضوع الحمد لله الحمد لله طلع بشكل كويس، اتبسطت جدا وانا بشتغل معاهم كلهم، من اول الاستاذ عمرو، استاذ مغني، استاذ ايتن، مسلم، وابرام، وابراهيم صبحي، كله بجد كله انا يعني اتبسطت جدا مع كله، وطبعا حسني شتا ومحمد علي رزق كله بجد. هو في ميكس الفيلم ده جميل بصراحه، يعني في من ناحيه في مزيكا جديده في الفيلم، او في اغاني فظيعه في الفيلم، وفي شويه اكشن حلوين، وفي شويه دراما كتير، وفي تمثيل قوي جدا، في شويه ضحك، ففي خلطه حلوه، في طبخه حلوه. دوري ان انا شمشون بفايت، بعمل اكشن طول الفيلم، بعمل حاجات ضد كل اي حاجه ضد الطبيعه كنت بعملها. جايه ابارك لصحابي دياستي ومعوض اسماعيل المخرج، مبروك، العمل باين حلو، يعني البرومو بتاعته شدتني صراحه، جايه من اخر الدنيا، الصوره حلوه، الابطال، طريقه التصوير، الاضاءه، طبعا قصه الفيلم نفسه يعني حاجه جديده مختلفه.